قناة أخبار النجوم. إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات. توفي الفنان الكويتي عبد المجيد قاسم البلوشي مساء الأحد 13 يناير 2019 في أحد مستشفيات لندن بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 75 سنة. ده الفنان الراحل عبد المجيد. الفنان داود حسين نعى الفنان الراحل على حسابه الخاص على موقع انستغرام بقوله: الأستاذ العزيز الذي له وقفات كبيرة معي في بداياتي مع المسرح العربي، لم يبخل علي شخصيا يوما بالنصح والإرشاد والتشجيع لتقديم الأفضل. وأضاف: رحم الله عبد المجيد قاسم البلوشي، إلى جنات الخلد يا أبا عادل، يا أبيض القلب، إنا لله وإنا إليه راجعون، الفاتحة يرحمكم الله. ونشر صورته على انستجرام. من ناحية أخرى، ينعي مجلس إدارة وأعضاء فرقة المسرح العربي وفاة أحد مؤسسي الفرقة ورائد من روادها الكبار المغفور له بإذن الله الفنان القدير عبد المجيد قاسم البلوشي، ويتقدمون بخالص التعازي لأسرته. والفنان الكويتي الراحل عبد المجيد قاسم البلوشي من مواليد عام 1944، تخرج في معهد التمثيل عام 70، ويعتبر من أبرز رواد الفن والمسرح في الكويت. الفنان الراحل بدأ مسيرته الفنية في ستينيات القرن الماضي مع فرقة المسرح العربي، حيث كان أحد مؤسسيها، واستطاع بفنه وموهبته أن يترك بصمة مميزة في كل الأعمال التي شارك فيها، سواء على خشبة المسرح أو التلفزيون أو الإذاعة، كما عمل الراحل مخرجا لبرامج المنوعات ثم البرامج الثقافية في إذاعة الكويت. الله يرحمه، ترك بصمة في الكويت. الراحل عبد المجيد قاسم البلوشي. من ناحية أخرى، توفي يوم السبت 12 يناير 2019 الفنان الأردني كمال المحيسن اللي هو أبو وائل، وهو أحد أبرز أعمدة الفن في بلاده. ونعى وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد أبو رمان الفنان الراحل الذي شارك في عدد من الأعمال الفنية المحلية والعربية المتميزة، داعيا الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة ولأهله ومحبيه الفنانين الصبر والسلوان بحسب بترة. وعرف المحيسن بمشاركته في أدوار شيقة بالمسلسلات المحلية والتاريخية، إضافة إلى مشاركته بعدة أعمال عربية لاقت شعبية وجماهيرية واسعة في القطر العربي. ده فنان المحيسن الله يرحمه. من ناحية أخرى، نعت الصفحة الرسمية لإذاعة NRG اللبنانية مقدم برامجها الصباحي السابق الشاب جيمس عرموني، الذي فارق الحياة في منزله في بعبدات عن عمر 28 سنة. الله يرحمه في عز شبابه. ونشرت الإذاعة صورة الإعلامي الشاب على انستجرام مع تعليق: نأسف لإعلامكم أن صديقنا العزيز وزميلنا السابق جيمس توفي. الجميع يحبك وسنفتقدك كثيرا، نتوجه بأحر التعازي لعائلته، فليرقد بسلام. عرموني توفي يوم الأحد 13 يناير 2019 في منزله قبل توجهه إلى دبي، بحسب ما قال أحد أقارب الشاب الراحل لموقع LBC1 لبنان، مشيرا إلى أن سبب الوفاة هو نوبة قلبية. يذكر أن عرموني انتقل من لبنان إلى الإمارات منذ نحو سنتين، حيث قدم برنامج درايف تايم عبر إذاعة دانس اف ام. وأيضا أصدرت شركة شوك ميديل ايست التي تدير الإذاعة بيانا جاء فيه: كان جيمس أحد أفراد عائلة شوك ميدل ايست المحبوبين للغاية. ونشر بالإحباط لتلقي نبأ وفاته: سنفتقد إبداعه وطاقته ومساهمته في الدانس اف ام. وأضاف بيان الشركة: نطلب منكم احترام خصوصية عائلته في هذه الأوقات الصعبة. الله يرحمه، رحل بعز شباب 28 سنة. بأزمة قلبية.
من ناحية أخرى، نشر اليوم السابع صورا للفنان السوري أسعد فضة من داخل إقامته بأحد فنادق القاهرة بعدما انتشرت شائعات كثيرة عن وفاته. ده الفنان أسعد فضة، وهو حاليا يتابع فعاليات مهرجان المسرح العربي بالقاهرة وبصحة جيدة كما تأكد اليوم السابع منه شخصيا. نفى مصدر مقرب من الفنان أشرف عبد الباقي اليوم السبت 12 يناير 2019 الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاته إثر وعكة صحية مفاجئة. وقال المصدر أن أشرف عبد الباقي بصحة جيدة وأن تلك الشائعات ليس لها أي أساس من الصحة. وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء عن وفاة الفنان أشرف عبد الباقي وتبين أنها غير صحيحة. أشرف عبد الباقي مواليد 11 سبتمبر 1963 في شبرا. هو أشرف أحمد عادل عبد الباقي، ممثل مصري تخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس ثم في المعهد العالي للفنون المسرحية. ده الفنان القدير أشرف عبد الباقي. ويحرص الفنان المصري أشرف عبد الباقي دائما على إبعاد حياته الشخصية عن أعين الصحافة والإعلام حفاظا على خصوصيته. أشرف عبد الباقي ظهر في مرات نادرة مع زوجته المحجبة ابنة صلاح عصم الله وزير الإسكان الأسبق، وقد ظهر واضحا التفاهم والانسجام الشديد بينهما. هنا مع زوجته ابنة وزير الإسكان الأسبق، وهنا في فرح حمادة هلال مع زوجته برضو. الفنان المصري قرر أيضا الكشف عن صورة لبناته الثلاثة هدى وزينة ونور لجمهوره، وقد ظهر الشبه الشديد الذي يجمعهن بوالدهن الفنان. ايه رأيكم، فيه شبه ولا شبه مش كبير أوي؟ وانتظر النجم أشرف عبد الباقي عودته من الكويت لمصر للكشف عن عملية النصب التي تعرض لها من قبل الشركة المنظمة لعروض مسرح مصر في الكويت. وأكد في توضيح على انستجرام أن أجمل عروض عملناها مع نهاية الموسم في الكويت، لكن للأسف الشركة المنظمة أخلت بمعظم بنود العقد من المقابل المادي وأماكن الإقامة ووسائل الانتقال من وإلى المسرح، بالإضافة لاستغلال اسم مسرح مصر للنصب على محلات أوهموهم بدون سابق اتفاق أننا هنكون في ضيافتهم، وللأسف اثنين منهم مصريين. أكيد الحكومة الكويتية والشعب الكويتي لن يوافق على هذه المهزلة. من ناحية أخرى، حل الممثل أشرف عبد الباقي ضيفا على برنامج شيري ستوديو والذي تقدمه النجمة شيرين عبد الوهاب على شاشة قناة دي ام سي الأربعاء من كل أسبوع. وإليكم أبرز 10 تصريحات للفنان أشرف عبد الباقي في حلقة الأربعاء الأول من مارس 2017. قال: في بداية عملي كنت أتقاضى 100 جنيه شهريا، ووالدتي رفضت عملي بالتمثيل خوفا من انشغالي عن دراستي، مما جعلني ألجأ للتمثيل في المدرسة الثانوية دون علمها. شقيقي الأكبر هو من أقنع والدتي بدخول مجال التمثيل، وبرر ذلك بأن الاهتمام بهوايتي أفضل من اتجاهي لممارسات أخرى خاطئة. أتذكر دائما مجلد ميكي عند الاستماع لأغنية أم كلثوم يا مسحرني، والسبب هو أن أول مرة كنت أستمع إليها كان بيدي مجلد ميكي. أجيد عمل جميع أنواع الطعام وهو ما أفعله دائما في شهر رمضان. لدي عقدة من لعب كرة القدم منذ صغري، والسبب هو رفض أصدقائي دخولي في أي فرق للمباريات. أعشق المسرح وكنت حزين لتوقفه منذ عام 2003، ولذلك كنت أذهب لمشاهدة المسرحيات لطلاب الجامعة، وكنت أحصل على أرقام هواتفهم وأكتب إلى جانب اسم كل شخص ما الدور الذي شاهدته به حتى قررت تقديمهم في مسرحية.
تعرضت إلى موقف محرج أثناء ذهابي إلى طلب يد زوجتي، وهو أنني لم أتذكر الهدية التي من المقرر أن أقدمها لها بعد قراءة الفاتحة، وطلبت من نجل شقيقتي أن يذهب من الهرم إلى حدائق القبة لكي يجلب الهدية ليا. ده هو أنا ومراته. أبنائي شاهدوني على خشبة المسرح للمرة الأولى من خلال مسرح مصر، وأحرص دائما عند السفر معهم أن نذهب إلى المسارح. ده هو ومراته وبناته الثلاثة. أصدقائي يعتبرونني طبيبهم النفسي لأنني أحب الاستماع إليهم. ده أشرف عبد الباقي. وفي يوم الأربعاء 6 أبريل 2016 توفي صلاح حسب النبي وزير الإسكان الأسبق ووالد وزوجة الفنان أشرف عبد الباقي بعد صراع مع المرض بمركز المقاولون العربي الطبي عن عمر يناهز 87 سنة. جدير بالذكر أن صلاح حسب النبي وزير الإسكان الأسبق من مواليد عام 1929 وتخرج من كلية الهندسة عام 1952. ده وزير الإسكان الأسبق الله يرحمه.